خليني أبدأ بالحدث الأهم النهاردة واللي كل الناس بتتكلم فيه، وهو لجنة التخطيط ومع أحمد فتحي. الحقيقة وأحمد فتحي أرسل رسميا أن هو لن يستطيع أن يكمل مع النادي الأهلي، وأن الموسم ده آخر سنة، آخر موسم ليه السنة دي، وبالتالي لجنة التخطيط تمنت التوفيق لأحمد فتحي من خلال بيان كان متواجد على كل صفحات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الرسمية. طيب، هو الرد ان صالح سليم مات وكل النجوم اساطير ماتت وفي ناس بطلت، ابو تريكه بطل، كل الناس اللي مش عايز اجيب برده مش عايز انسى اسماء، محمد بركات بطل طبعا، ثابت البطل، ناس كتير جدا، وبيبقى في الاول وفي الاخر النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي هو اللي بيبقى، وما اعتقدش النادي الاهلي عمره خسر او وقف على لعيب، لا عمره خسر من لعيب ما كانش موجود، ولا عمره وقف النادي وقف ان اللعيب مش موجود. فطبعا كل التوفيق لاحمد فتحي، ولكن انا شايف ان احمد فتحي خسر كتير جدا بالقرار ده. خسر، هو ممكن يكون كسب فلوس، ولكن خسر الفئه الاكبر في المجتمع المصري. تتكلم في 70 او 75%، مش عايز برضو اقول ارقام جزافيه، ولكن ده الرقم الحقيقي، ان 75% من جمهور مصر بيشجع النادي الاهلي. فانت خسرت الفئه دي كلها. شايف الموضوع ما كانش، الامور ما كانتش بعيده قوي عن بعض بالارقام اللي احنا بنسمعها. ممكن الارقام دي تبقى مغريه شويه للعيب لسه بيبدا، لكن اللعيب عنده رصيد كبير نجوميه وماتشات وفلوس من النادي الاهلي، بتبقى الامور شويه مختلفة. لو لعيب صغير لسه اقول لك ما مش فاهم حاجة، لكن هو خسر. انا شايف ان احمد فتحي خسر، ومش عايز ابقى قاسي قوي عليه، ولكن هو مستقبلا هيفهم ده زي ما غيره فهم. الموضوع مش موضوع مادة بس. كل التوفيق طبعا ليه ان هو يروح مكان تاني، ولكن الامور ما كانتش بعيدة. انا شايف الامور ما كانتش بعيدة، والاهلي ما بيقفش على حد، الاهلي مش هيقف على حد. وخد بالك، عاجلا ما اجلا أحمد فتحي كان هيبطل بمزاجه أو غصب عنه، ولكن هو حسب الموضوع بوجهة نظر، ولكن ما أعتقدش إن هو هيفهم ده دلوقتي. مستقبلاً لما يبطل هيفهم إن هو لأ، في لقطة كان ممكن تبقى الخروج يبقى أحسن من كده.